في هذيك الهضره اللي كنت كنقول كتبتها بلا ما نعرف القيمه ديالها حتى من بعد تحطيت لا فيديو تلقى الناس تياخذوا هذوك لي باغول وتيديروهم في التصاور وتيحطوهم. انا عجبني الحال. انا علاش قلت حيت كاينين اللي ما اتفقوش معايا، علاش قلت خاصك الا بغيتي توصل خاصك تخاف ما توصلش، باسكو كيخصك يكون عندك داك. انا كنخاف نورمالمون، راه ملي قلتها راه انا تنخاف. بحالاش تنخاف؟ انا نعطي ليكزومبل، مثلا ملي كيجيني شي اوفر ولا شي كولاب ولا فيديو ديالي اللي غنكتبو، راه عرفتي شحال تنكتبو ونعاود، كنخاف ما يضحكش. هادشي اللي بغيت نقصد بالخوف، داك المحتوى ديالك تتخاف عليه، ما تجيش وتحطو وتلوحو. نو تتخاف ملي كتحط واحد لا فيديو وتقول هذا الموضوع هذا عندك يمشي يدير ليا بوز خايب، دونك تتخاف. ملي كدير غير ستوري بعض المرات تتخاف، تقول تقدر ما تخدمش، دونك كتخاف من داك المحتوى اللي كدير، فكتولي تراجعو وتعاود تراجعو. تجي كولاب كتخاف تقول اسور بلاص، بعض المرات كتقول لا، قلت لا انا بزاف المرات بسبب الخوف. دونك هادشي علاش ملي تنقول خاص الا بغيتي توصل خاصك فريمون يكون عندك شويه ديال الخوف، فهمتي، ويكون تكون عندك الشجاعه اكثر من الخوف، فهمتي. دونك خاصك تسوق. ما كانش هذا هو لوبجيكتيف ديال الفيديو، مي لوبجيكتيف كان هو فوالا نموتيفي الدراري باش يتحركوا حتى هما، باش يشوفوا شويه راه كاين شويه الامل، فهمتيني. الا خدمتي في هذه البلاد راه كاين ما يدار. دونك هذا هو لوبجيكتيف. مي الميساج اللي داز سي كو الناس فهموا بانه فريمون تقاتل على العائله شويه، وهذا سي نورمال. انا واحد السيد اللي تعزز عليا العائله، يعني تنعجب مثلا الامل بان العائله تتعاون بزاف، فهمتيني. دونك فعلا كان واحد الهدف ديالي هو نفرح والديا، باسكو ملي كنا صغار وهما كانوا كيتدابزوا باش يديروا لنا باش يحققوا لنا واحد الحاجه وهذا. دونك فوالا. انا كان بالنسبه لي قبل ما نبدا انترنت كان صعيب بزاف نوصل لهذاك لوبجيكتيف في هاد لاج هذا. كنت ناوي نوصل ليه ولكن ماشي في هاد لاج، وفي الاخر وصلت ليه في هاد لاج، وهادشي فرحني بزاف. ما نقدرش نوصف لك شحال انا فرحان، شحال هما فرحانين، كلنا فرحانين. دونك قدرت نوصل ليه في هاد لاج الحمد لله، وصراحة هما وقفوا معايا بزاف. كانوا تيعاونوني هكا غير بالهضره، غير فهمتيني، غير بالدعاوي وهذا. دونك فوالا الحمد لله. وكنظن بان انا نقدر زعما الا بغيت نقول للدراري اللي باغيين يبداو في انترنيت ولا شي حاجه، خصهم زعما يفكروا بان العائله ديالهم جزء من داك المحتوى اللي كيديروا. فبالتالي كيفاش نقول لك، ولكن بطريقه غير مباشره كيولي داك المحتوى ديالهم كيهضر مع الناس كاملين، كيولي نقي كيتنقى، حيت ملي كتفكر في واحد المحتوى غتشوفوا العائله ديالك قبل ما صحابك وداك الشيء، دونك تتنقي المحتوى ديالك. الفيديو الاول اللي دخلت لاسين ما شافوش فيه غير 20 ثانيه. الفيديو الاول درته باش نحيد الخلعه، وكان باش نحيد الخلعه كان العيد، وجاتني واحد الفكره في راسي ساهله. كتاكل اللحم بزاف، كتدخل التواليت، كتفرقع التواليت. غندير بحال هكذا، تناكل اللحم بزاف العيد الكبير، تندخل التواليت. من بعد باش ندير التفرقع ما تنعرفش نديرو، تيلي شارجيت واحد الفيديو فيه واحد البيت تيتفرقع، حطيت الفيديو كامل صافي. كنت حطيته باش نحيد الخلعه مع صحابك، فهمتي، ما مولفهمش كدير فيديوهات. دوك درت داك الفيديو باش نحيد الخلعه صافي. اول ابوني غادي يتابونا ليا خويا بزز، والله العظيم غادي يتابونا ليا بزز. غادي انا اللي غنصايب ليه الكونط وغنقول ليه تابونا انا، يلاه حتى نحلم. درت لاشين يوتيوب ما دايرش حتى الفوطو دو بروفيل وفرحان غادي نبدا، وصايبت ليه الكونط، وكان هو اول واحد ابونا، ما كانش مسوق، وكنت كنصور حداه. الفيديو الاول ديالي كنت كنصور حداه، وكان هو متكي ما على بالو حتى، والله شي خربقه هذا، وليت تنبان لهم كي شي حمق. ذكريات عرفتي فاش فكرتيني دابا، يا سبحان الله. عرفتي ملي كتفكر كترجع للور وكتقول بالله راه طلبتي خوك يتابونا ليك. واه الله يجازيك، زوين بحال هكا، زوين بنادم يبدا شي حاجه من والو يمشي افونسي، تبارك الله، زوين سا ميريت. هادشي اللي باغي نوصل بنادم سي كو تستحق تضرب عليها تمام. فوالا، وشكرا لخويا حيت تابونا. دابا التوندونس في المغرب هادي 3 سنين كانت مزيانه، كنا حنا لي بودكاستور لي يوتيوبر وداك الشيء كنحطوا فيديو كيطلع في التوندونس. انا شحال هادي الفيديوهات ديالي كان الاول في التوندونس عاديه جدا. نادا سيدي يوتيوب كيبدل الالغوريتم، كيدخل واحد الحاجه سميتها الواتش تايم. الواتش تايم هي الناس واش كملوا الفيديو حتى الاخر. الوغ ولا الفيديو كيتحسب واش كملوا الناس الفيديو حتى الاخر. الناس ما كيكملوش الضحك حتى الاخر،
وما كيكملوش المعلومه حتى الاخر، كيكملوا الغناء اغنيه كيكملها حتى الاخر. داكشي علاش شحال هذه الغناء ما كانش كيطلع الطوندونس عندنا في المغرب، دابا ولا كيطلع وكيكملوا الفضيحه. دابا هذا هو المشكل. وانا كنوجه رساله من هنا ليوتيوب، راه نورمالمون الالغوريتم خصو يتفرق على حسب البلدان الا بغاو ينقيو لا بلاتفورم ديال يوتيوب، حيت يوتيوب حتى هو عنده ايماج دو مارك ديالو خصو يحافظ عليها باش يخدم، فهمتيني؟ دونك خاص ينقيو، خاص كل بلاد يديروا ليها الالغوريتم اللي كيخدمها. دونك هادشي اللي كاين. وفي الاخر عاوتاني حاجه اخرى، سي كو المغاربه حتى هما كيقلت لك ماشي المغاربه قلت قبيله، كندور نرجع للمغاربهاني انا من زعما الناس بطبعهم كيختاروا الفضيحه وتيدعموا الفضيحه اكثر. مشكل الانترنت ما كاينش الغوريتم، ما كاينش شي سلم اللي تحكم عليه اشنو المغاربه تيبغيو يشوف، فهمتي؟ ما كاينش، ما تقدرش. انا هادشي اللي وصلت ليه في الاخر، المغاربه المشكل ماشي غير المغاربه في الصراحه، ولكن العالم كامل تيبغي الفضيحه، العالم كامل تيبغيو الفضيحه وتيبارطاجيو الفضيحه، راه ماشي غير المغاربه. باش مابقاوش نحكرو عليا في راسنا حنا، ماشي غير المغاربه كيكتيك. مي اللي انا كيجي لي مشكل هو ان المغاربه بعض المرات واش ما تيفكروش بانهم هادوك الناس اللي ما كيبغيوهمش راه هما اللي شهروهم. راه ملي كتجي تتعاير في واحد راك تتشهرو، راه الا ما عجبكش خليه في التقار، فهمتي؟ خاص المعادله نورمالمون تكون العكس، الا عجبك شي واحد هو اللي دير عليه ستاتيو تبارطاجيه ودير عليه لي ترول وتضحك معاه، اللي ما عجبكش خليه في التقار راك تتشهرو، فهمتي؟ دونك هادشي اللي خصهم يفهموا، ولكن صعيب تشرحوا لبزاف ديال الناس، فهمتيني؟ دونك في الاخر المحتوى اللي غيخدموا واش المحتوى الهادف ولا شي حاجه، والله ما تقدر تعرف. داكشي في الاخر انا وصلت لواحد الفكره بانه داكشي فيه الزهر، فهمتيني؟ فيه شويه ديال خص ربي يعطيك شي حاجه، فهمتيني؟ وصافي منك الانترنت في الاخر الناس تيختاروا، ما نقدرش نقول جبارك. الانترنت خصك دير داكشي اللي بغيتي انت. باسكو ما يمكنش تجي ودير بحالي ولا انا ندير بحال واحد اخر، ما عمرها غتصدق لك. خاصك دير داكشي اللي كدير انت، داكشي اللي كتعرف دير انت، في الاخر الناس هما اللي كيختاروا. وفي نفس الوقت باش حتى الا مشيتي مزيان تتكون عندك كيفاش تيقولوا ليها، قول لي انت ايدونتيتي ديالك، فهمتيني؟ تتكون عندك ايدونتيتي، تتكون اوريجينال ديال راسك. لا 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 بتاتا اطلاقا، والله ما تروى، بالعكس ماشي تروى، ولكن لا بأس الحمد لله. انا عاد نبدا، راه قلتها في الفيديو ديال بصح، دابا عاد وليت ديال راسي غادي نبدا ديال بصح، فهمتي؟ ولكن ماشي تروى، مي صافا الحمد لله ترونكيل، نقدر نتزوج، فهمتي؟ الله والله ما كاين مواصفات، انا خصني نبغيها وتبغيني صافي، الله يجعلها تكون ما عرفت شنو. والله العادي ما عنديش مواصفات سيد، يلا صيد دوز القبور. واحد الحاجه ولات مؤخرا هي ان الدراري الصغار كاملين ولاو باغيين يوليو يوتيوبر، ما بقى باغي يولي بيلوت. داكشي اللي كان عندنا شحال هادي ثلاثه بيلوت مهندس طبيب، ما بقاوش. دابا شنو بتولي؟ بتولي يوتيوبر، صافي هادشي اللي ولا. هي حاجه زوينه وفي نفس الوقت خايبه، حيت المشكل ديال يوتيوب سي كو فيه الزهر، فوالا كي خاص شويه الزهر وما معطيش لكل شيء. ماشي كل شيء في الاخر غيولي يوتيوبر، تقدر تولي يوتيوبر ولكن ما تخدمش بها، ها انت مشهور ولكن الكونتوني ديالك ما كيخليكش تخدم، فهمتيني؟ دونك بحال اللي يقدر يبيع الوهم للدراري الصغار. دونك انا اللي تنقول لهم هو يعني ديروا يوتيوب ولكن ديروه ضحك الا كنتو باقيين صغار، ما حدكم تتكبروا كاع حتى لا بغيتو تمشيو فيه مزيان. كنت دير المحتوى ديالك انت، فهمتيني؟ وما تبعش الفضيحه وما تسينش الارقام، هذه هي اللي نقول لهم دابا. شحال هذه انا كنقول لهم الارقام لي في، ولكن الانترنت كيتبدل، الالغوريتم كيتبدل، دابا ما تتبعوش الارقام، تبعوا المحتوى ديالكم يكون زوين، الارقام راه غيجيو مع الوقت.